وأما عن خصائصه صلى الله عليه وسلم فقد بعث بالحنيفية السمحة. يقول ابن القيم: جمع بين كونها حنيفية، بين كونها حنيفية وكونها سمحة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في الأخلاق، وضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال. وقال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فهو بعث صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأما عن كتابه وعن دعوته فيقول الله عز وجل: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وأما عن آياته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم فأكبر آياته صلى الله عليه وسلم القرآن، وما من آية أوتيها رسول أو نبي قبله إلا وله صلى الله عليه وسلم منها حظ ونصيب. وأما عن محبته فمحبته دين صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأما عن حكم مبغضه فهو كافر كفرا أكبر. يقول الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك مقطوع. وهو صلى الله عليه وسلم خليل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهو أحد أولي العزم من الرسل، وهم خمسة ذكرهم الله في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وأما عن علمه صلى الله عليه وسلم فيقول: أما إني أعلمكم بالله. ويقول الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وأما عن حكم مطيعه ومخالفه فيقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم: جعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فهو العزيز وهو الناجي، وأما من عصاه فهو الذليل وهو المعذب. وأمته صلى الله عليه وسلم خير أمة. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. وأما عن بلده صلى الله عليه وسلم فهي مكة. يقول الله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومكة بلد حرام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله، وهي بلد للمسلمين إلى يوم القيامة، لا تقع بين أيدي الكفار. يقول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. والكعبة قبلته صلى الله عليه وسلم وقبلة أمته، وكان قبلها يتجه إلى بيت المقدس. يقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والمسجد الحرام هو أول مسجد وضع في الأرض. يقول أبو ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال: المسجد الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالمسجد الحرام هو قبلته صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه مضاعفة. صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. والمسجد النبوي بناه صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، والصلاة فيه بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بمئتي وخمسين صلاة، وورد بخمسمائة صلاة وفيه كلام.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا.